السلام عليكم. كيفما كتشوفوا هاد السيد مريض وشافوا الطبيب وعطاه ينعس، والسيد مريض في حالة نيورتا لها وما لقاش فين ينعس. جميع الأماكن محجوزة، ما العلم هناك من الممرضات والممرضين اللي كيبيعوا يشريوا في البلايص. خلص بلاصة خاوية، ما تخلص بلاصة عامرة. وانتم كتشوفوا السيد لقى عاد السيروم في الأرض ونعس على الأرض وحدا الطواليط ديال حدا لابوبيل ديال الزبل حاشاكم. إذا فينا هو الوردي؟ فينا هي الحكومة؟ فينا هو الدولة؟ فينا هي الأموال اللي كتصرف على الصحة والصحة العالمية؟ وزيد وزيد وزيد. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. إذا أزنت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. وأنتم كتشوفوا الشعب مسكين اللي كيصوت على الحكومة، شوف الحال ديالو كيفاش كيتعامل. وبين جمع بين طرد الزبل وطرد الزبل والدبان داير به. واش هذا معقول في دولة ديال 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 ديال؟ ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.